بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع محتاج تركيز، وناس كتير بتعتبره إن شيء سوري، وناس كتير بتعتبره إنه من الأشياء اللي صعبة أو مستحيلة الحدوث، رغم أهميتها وأهمية العمل عليها وأهمية إن هي تكون موجودة بشكل واقعي. في البداية قبل ما ابتدي اتكلم عن موضوع النهاردة في الـ Change Management، احنا من الحاجات اللي احنا حاطينها على الجروب اللي هو الـ HRCI Glossary of Terms. دلوقتي كل مجال من مجالات التخصص بيبقى ليها مصطلحات. يعني احنا لو مشينا كده هنلاقي كل المصطلحات موجودة بشكل، يعني مثلا الابستينز اللي هو الغياب، اكونتابيلتي المحاسبه، الاكوزيشن اللي هو هنا جزئيه الاستحواذ. يعني الشاهد من الكلام ان هو هنا بيعمل حاجه جميله جدا، هو بيوضح لك المصطلحات كلها اللي خاصه بالشهاده دي او بالمجال. فمهم جدا، من الحاجات المهمه جدا ان احنا نشتغل عليها، ان انت يبقى عندك الريفرنس المهم جدا جدا اللي احنا قاعدين نقوله. وده الريفرنس السورس بتاعه فين؟ السورس بتاعه اتش ار سي اي نفسها، الناس اللي عاملين الشهاده نفسهم هم اللي منزلين ده على الويب سايت بتاعهم، وهتلاقوه على الجروب. انا حاطه على الجروب من البدايه خالص، هتلاقوه على الجروب ان شاء الله هتنتفعوا بيه. ومن الحاجات اللي هتفيدكم في المجال، يعني في بعض المصطلحات الناس بتكلمني ما جيت، في بعض المصطلحات احنا مش فاهمينها، لكن في بعض المصطلحات مش واضحة، ده هيوضح ويحل المشكلة دي بشكل كبير. طيب خلصنا كده من الموضوع ده، وده اللي هيقراه في المحاضرات الجاية. احنا كل ده احنا ايه ماشيين بشويش، من المحاضرات الجاية هنبتدي نخش في حاجات يعني هتبقى تقيلة شوية. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا ازاي نطور المؤسسة، ازاي نطور مؤسساتنا، وازاي نحدثها، وازاي يعني نربط بقى الموظف باستراتيجيه الشركه، يبقى كل حركه من حركات الموظف متربطه باستراتيجيه الشركه، وده اللي هنشتغل عليه ان شاء الله جزء منه النهارده وجزء منه هيبقى خلال الفتره الجايه. خلصنا كده؟ في اي اسئله بالنسبه للاتش ار سي اي جلوسري؟ ده كل التيرمز اللي موجوده في الشهاده، كل التيرمز اللي احنا بتقابلنا ده موجوده، انت تقدر تستمتع بيها وهتفيدك جدا. جميل، نرجع بقى لموضوعنا الـ Change Management. في البداية سنة الحياة التغيير، سنة الحياة وسنن الحياة التغيير، مفيش شيء بيفضل على حاله. يعني حتى وإحنا بنتكلم في المحاضرة الأولى، حالك من أول محاضرة للمحاضرة اللي إحنا شغالين فيها دلوقتي أكيد حاجات كتير بتتغير في حياتك. فالليل في نهار، الصغير بيكبر والكبير بيصير عجوز، وتغيرات الحياة ده بالنسبة للأشياء سيكولوجية وأشياء فسيولوجية تغيير، التغيير لا يقف. يعني من حيث كل عوامل الحياة، كل العوامل اللي في الحياة بتتغير، سواء حوالينا أو بإيدينا أو بإيدين الآخرين. طب التغيير كده كده هيحصل، يعني تغيير كده كده هيحصل، بس في تغيير مفروض علينا وفي تغيير احنا لازم نقوم بيه، وفي فرق بين التغيير اللي مفروض علينا وفي فرق بين التغيير اللي احنا المفروض نقوم بيه ونديره. وده اللي هنعرفه النهارده في Change Management او اداره التغيير. هو في البدايه، هو انا ليه بغير؟ يعني السؤال المحوري، هو انا ليه بغير؟ لو تغيير بادئ من عندنا مش مفروض عليا، هو انا ليه بغير؟ انا بغير لان كل تطوير في الشركه هو تغيير، كل تعديل في الشركه هو تغيير. ما اتكلمنا على الاكوزيشن والميرج، اكوزيشن الاستحواذ والميرج الاندماج،
ده في حالة حدوثه نفسها، ده بيحدث تغيير داخل كل شركة وكل كيان وكل منظمة. فإدارة التغيير هي دي من الحاجات المهمة جدا اللي بتقدر تخلي الشركة تقف قدام مشاكل كتير جدا وتواجهها، وتحاول تستوعبها وتستفهمها، وتحاول يعني تتجنب أكبر كم من الخسائر أثناء ما بتقوم بعملية التغيير دي. الجزئية الأهم إن التغيير دايما محتاج إني أبقى عارف من بداية الموضوع أنا هغير ليه، وهغير إيه، وإيه الخسائر المتوقعة، وإيه الأرباح اللي هتعود عليا من التغيير ده، وهل أنا أقدر أتحمل خسارة التغيير ولا ما أقدرش. لو أنت ما حددتش النقاط دي قبل ما تقوم بأي عملية تغيير في المنظمة، هكسب إيه، هخسر إيه، طب الوقت اللي هاخده، طب ده هيأثر عليا في التنافسية، طب ده هيأثر على منتجي، طب ده التفاصيل دي كلها في بداية أي تغيير، يبقى أنا كده ما أقدرش يعني أحدث تغيير واقعي. هيبقى التغيير مجرد شعار بس موجود لا أثر ليه ولا أي يعني أي نفع منه. خلينا نخش في تفاصيله شوية. طبعا المنظمات اللي بتتغير واللي بتتطور واللي بتواجه تحديات واللي بتنافس منافسات على المستوى الدولي بشكل كبير جدا بتحتاج تغيير مستمر، اللي هو الكونستانت تشينج. هنا التغيير بقى أصبح جزء من المنظمة. ليه؟ لأن المنظمات اللي بيبقى فيها انوفيشن وابتكار وابداع و و و التغيير ده بيبقى جزء منها. بيبقى جزء من قدرتها على ان هي يعني تلبي الطلبات والتحديات وان هي تستغل الفرص. طب ماجد ادينا مثال، اشهر مثال احنا بنقعد نقوله في المحاضرات اللي فاتت، ابل، سامسونج، في شركات سيارات تويوتا، دي شركات يعني او منظمات فرض عليها التغيير لان المنافسه مش هتبقى موجوده من غير التغيير ده ومن غير مواجهه التحديات دي بالتغيير. فالمعضله هنا ان انت ازاي تنتصر على الجزئيه دي. بس الناس دي وصلوا من درجه الماتيوريتي والنضج ان هم بقى التغيير جزء من طبيعه عملهم، جزء من الكالتشر بتاعتهم، جزء من طبيعه المنظومه نفسها. الناس نفسها وهي داخله ابل او داخله سامسونج او داخله تويوتا او داخله الشركات اللي بتتغير واللي بتتطور بشكل سريع دي، انت بتبقى داخل وعارف ان لا انا داخل تحدي، انا قابل لكل شيء. بقى ثقافه المنظمه هي معتمده على التغيير والتطوير، وده شيء طبعا ما بتوصلوش المنظمه في يوم وليله، لا ده بياخد يعني شغل كتير جدا. التغيير المستمر بيبقى ليه مزايا، بيبقى ليه عيوب. المزايا بتاعته معروفه، ان انت بتواكب السوق وبتقدر يعني ان انت تبقى دايما متواجد، ومتواجد بقوه، ومتواجد بفاعليه. بس التحدي الحقيقي هنا في حته التغيير المستمر ان انت الاستقرار الوظيفي بيواجهه بعض المشكلات. ان في ناس بتستوعب طبيعه المنظمه، وفي ناس يعني طبيعتها الشخصيه بتخليها مش قادره تقوم بالشكل ده يعني بالتغيير وبالتطوير وبالاختلافات اللي بتحصل دي. جميل. الجزء الثاني ده نوع من انواع التشينج اسمها اللاستنج تشينج، اللي هو التغيير الدائم. التغيير الدائم ده هنا دايما يعني في فرق بين التغيير المستمر والتغيير الدائم. التغيير المستمر ده بيبقى عشان هدف وعشان تطوير وعشان ده. التغيير الدائم ان انا دايما عايز المنظومة بتاعتي وانا شغال عليها تبقى هي مستوعبة. يعني في نقطة مهمة جدا، أما إحنا جينا نتكلم مثلا على شركة زي أبل، التغيير فيها عامل إزاي؟ التغيير في أبل مبني على إن أنا دايما بعمل منتجات كتير
ومنتجات متنوعة، منتجات تنافسية، منتجات بحارب بيها السوق وبحاول أوصل بيها للأمور دي كلها. فالتغيير بقى اللي هو الدائم ده اللي أكتر الأشياء واجهت تحديات، واجهت صعوبات في تطبيقها، ولذلك فشلت معظم الجهود إن يبقى فيه تغيير تنظيمي، تبقى المنظمة قائمة على التغيير بشكل يعني بشكل دايناميك، هي قائمة على الجزئية دي. وده عشان ان التغيير يعني ساعات التغيير ما بيبقاش ليه مرتبط باستراتيجية المنظمة، وساعات دايما بيبصوا للتغيير انه بدعة وحل سريع، ودايما بيحصل تغيير في توقعات اللي بتحصل، يعني التوقعات الضخمة اللي بتحصل من بعض الناس اللي بيقول لك لو غيرنا هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، ده بيتعارض مع الحقائق الاقتصادية والسياسية اللي تبقى موجودة. غير كده ان الناس اللي بيقودوا التغيير ده بيبقى ليهم وجهة نظر على المدى القصير، وساعات بيبقى اللي بيقود التغيير ده غير كفء، كمان بيبقى في عدم وجود اهداف قابلة للقياس، ومفيش جداول زمنية اللي احنا قلناه، يعني انت مش محدد انت عايز ايه. وغير كده برضو المتضررين من التغيير دايما بيبقوا دايما زي اللي خايفين من المجهول، في شيء مجهول دايما هم حاسين انه ايه، يعني احنا هنغير ايه؟ طب احنا هنطور ايه؟ فالخوف من المجهول هو اللي دايما بيبقى اكبر عدو للناس اللي خايفه من التغيير. غير كده برضو في ناس بتتورط في التغيير، لان يعني الناس اصلا جواها هي مش مؤهله ان هي تغير وتطور اي منظمه او تشتغل على اي شيء، بس بالرغم من ده كله ان هي ايه، اتحطت في وش المدفع. تعالى مدير الانتاج، مدير الانتاج شخص روتيني بيحب يعيش حياه هادئه، ما بيحبش يطور ويغير ويعمل، فجأة هو اللي بقى اللي تشينج ايجنت رول، اللي هو الراجل اللي بقى بيصنع التغيير. يعني ايه تشينج ايجنت رول؟ التشينج ايجنت هو someone who act، someone who act، ده الشخص ده بيقوم بدور ايه؟ وكيل التغيير. وكيل التغيير هو الراجل ده، وكيل الشركة والمنظمة في التغيير، وهو الشخص اللي ده اللي بيبقى بمثابة حافز للتغيير داخل المنظمة، هو ده الملهم بتاع التغيير في المنظمة، هو ده الشخص اللي بيقوم بالعملية دي، واللي بيواجه كل الانتقادات في بعض الأحيان أثناء عملية التغيير. ممكن الموضوع يكون فيه تفاصيل شوية نظرية، بس خلوها على المدى العملي، ناخدها نطبقها كده عشان الأمور تبقى يعني افكتيف أكتر. تعالوا كده نتكلم، نختار شركة، بس عايزين شركة تكون عربية مش عالمية، يعني حد يختار لنا اسم شركة عربية أو في الشرق الأوسط، حد يختار اسم شركة. طيب المراعي، جميل جدا. شركة المراعي شركة سعودية، طبعا منتجاتها من المنتجات المحبوبة، وفي ثقة وفي جودة، وناس كتير جدا بتحب وبتثق في منتجاتها، وبنشوف ان المراعي دي من الشركات رقم واحد في الوطن العربي. ده منظور بعض الناس، ومنظور بعض الناس التانية شايفين ان لا، المراعي زي اي شركة، بس هم بيعملوا يعني تسويق اكبر، وكمية منتجاتهم اكتر، وتوزيعاتهم اكتر. احنا جينا مسكنا المراعي، هل المراعي بتشتغل دايما على التغيير المستمر عشان النيو ديماند والاوبورتيونيتيز اللي بتيجي؟ ايوه، المراعي بتشتغل على ده، بتشتغل على التغيير المستمر، وبتشتغل على قدرتها، القدره بتاعتها دي اللي بتقوم بتطويرها وتحديثها، وبتقوم بتشتغل عليها بشكل قوي عشان تقول ايه، لا انا عشان افضل منافس في السوق. يعني هي المراعي ما دخلت السوق المصري، في منافسين اقوياء زي جهينه وزي شركات تانية، هي كانت من السوق ايه، بحته ايه، ان هي عندها تغيير مستمر، عندها تنوع، ما بتركزش على المنتجات بعينها، عندها العديد من المنتجات اللي بتشتغل عليها، ومتفرعه ومتشعبه بكذا منتج، وبتعمل منتج درجات كمان. منتجات المراعي بتستهدف في عده شرائح، يعني الشريحه الهاي قوي مش كلاس ايه، ولا لا بتستهدف A و B و C. ممكن ال C ما يجيبش المراعي بعض المنتجات يغلوها، بس A و B يعني ده بالنسبه لهم جدا. ال C اما بيعوز يبقى يثق في منتج بيروح للمراعي.
هل المراعي بقى فيها التغيير الدائم؟ هل المراعي بقى فيها التغيير الدائم؟ لا. ومن الحاجات الصعبة جدا ان انت تقيم شركة بالمايند سيت او بطبيعة العقل في الشرق الاوسط او العقل العربي دايما تغيير دائم، لان انت نفسك يعني اللي احنا ال 15 واحد اللي قاعدين معانا دلوقتي وقاعدين بنتكلم، يا جماعه هل ينفع كل يوم انت داخل شغلك عارف ان ده ممكن يتغير وده ممكن يتغير وده ممكن يتطور وده ممكن يقل وده ممكن يزيد وده ممكن يتضاف؟ الحاله النفسيه بتاعت المجتمع اللي بيبقى عايش الحاله دي، ده بقى يعني بيسموها الانسرتينتي انفايرمنت، التغيرات الكبيره دي بتخلي بيئه مليانه بحاله عدم التاكد وعدم المصداقيه. في ناس بتبص لها من المنظور ده، رغم ان هو اصلا انت لازم يبقى عندك تغيير دائم عشان تفضل بتقود السوق، وعشان تفضل حصتك السوقيه موجوده، وعشان تفضل دايما بتلبي الاحتياجات والطلبات اللي بتتغير من يوم بعد يوم واللي بتتطور من يوم بعد يوم. جميل جدا. طب في فاكتورز، الفاكتورز دي هي اللي بتخلي جهود التغيير دي تنجح. ايه هي؟ اول حاجه ان انت يبقى عندك تشينج سبونسر، يعني واحد هو اللي بيكفل التغيير ده. تاني حاجه انك تكريت الشيرد نيد، انك تعمل حاجه مشتركه للتغيير. يعني تعالوا كده نطبق نفس الايتمز الموجوده دي، نفس البوتس الموجوده دي على المراعي الشركه اللي انتوا اخترتوها. اول حاجه هنقول مين السبونسر تشينج، مثلا على سبيل المثال هنقول ان السبونسر تشينج هنا هو مثلا مدير الانتاج، هو ده الراجل اللي بيكفل التغيير واللي بيرعى التغيير هو المسؤول عن الحته دي. النقطة الثانية اللي هي creating a shared need، يا جماعة احنا المراعي دلوقتي غطينا مثلا مصر، غطينا الخليج، عايزين نغطي مناطق أكبر، عايزين نروح شمال أفريقيا، عايزين نغزو السوق العالمي، احنا عايزين ننتقل من مرحلة إن احنا كنا بنشتغل بشكل محلي، بقينا بنشتغل بشكل إقليمي، عايزين نشتغل بشكل دولي، منتجاتنا تغزو العالم كله، بتبتدي تخلق الحاجة المشتركة. يا جماعه يلا عايزين نطور، عايزين نحدث. بعد كده بتكريت شيرد فيجن، الفيجن بتاعتنا الرؤيه بتاعتنا ان احنا كنا بنشتغل بشكل محلي او اقليمي، دلوقتي احنا عايزين نشتغل بشكل دولي او عالمي، ان منتجات المراعي تروح فرنسا، تروح ايطاليا، تروح امريكا، ان منتجات المراعي ما تبقاش محصوره بس في منطقه الشرق الاوسط فقط. هنا انت خلقت ايه؟ رؤية مشتركة. بعد كده تعمل ايه؟ تولد بقى الايه؟ يعني الكوميتمنت، يعني تولد الكوميتمنت، يعني اللي هو تخلق الالتزام. تخلق الالتزام وتوظفه، يعني مين اللي هيلتزم بمين؟ ومين اللي هيشتغل الايه؟ توزع التزامات بقى عشان نحدث التغيير ده. طبعا التغيير ده بيحتاج تشينج للسيستم والاستراكشر اللي بيبقى موجود، لازم بتشينج السيستم ده وبعمل ريستراكشر في بعض الاحيان عشان احدث التغيير ده. الجزئيه الثانيه ان انت بتمونيتور البروجريس، ان انت بترصد بقى التقدم اللي بيحصل ده. الجزئيه اللي بعد كده اللي هي يعني بتصنع التغيير الاخير اللي هو ميكينج تشينج لاست، تشينج لاست بتصنع بقى التغيير الاخير اللي هو بيقفل الموضوع كله، التغيير الاخير اللي هو اللي بيوصلك للنتيجه اللي انت عايز توصل لها وتشتغل عليها. جميل. طب دلوقتي بعد السبع نقاط دول تعالوا كده نراجعهم تاني. اول حاجه السبونسر. السبونسر ده يعمل لي نيد ويعمل لي فيجن ويوزع الكوميتمنت. يعني اس سبونسر، ان نيد، الفي الفيجن، السي كوميتمنت. بعد كده بعمل تشينج للسيستم والاستراكشر، تشينج يعني بخلي هيكل التنظيم ووظائفي وخطوط انتاجي متوافقه مع التغيير اللي انا هشتغل عليه. بعد كده بمونيتور البروجريس، مش هقول خلاص انا
السيستم شغال والنظام شغال، اسيبه وامشي؟ لا، اروح ومونيتور البروجرس ده واشوف شغال بشكل كويس ولا غير شغال او غير مفعل بشكل جيد، واراقب اول باول واشوف التقارير اللي طالعه، بعد كده بعمل ميكنج تشينج لازم. تمام، ده كده السبع نقاط اللي بيقول لك ازاي تدير عمليه نجاح، عمليه تغيير ناجح. الجزئيه اللي بعد كده من الاجزاء اللي بتحتاج تركيز شويه، طبعا انت عندك اما بتيجي تعمل عمليه تغيير بنتكلم في اربع عوامل رئيسيه. عاملين منهم بيشتغل في حته الدرايفنج فورسز فور تشينج، وعاملين منهم بيشتغل في حته الفورسز ريزيستنج تشينج. ففي درايفنج فورسز فور تشينج لو احنا اتكلمنا عليها اللي هي القياده من اجل التغيير، اللي هي درايفنج فورسز فور تشينج. بعد كده الفورسز ريزيستنج تشينج ده اللي هو القوه اللي بتقاوم التغيير. بعد كده الانفايرمنتال فورسز اللي هي العوامل البيئيه. بعد كده الاورجنايزيشنال ريزيستنس اللي هي المقاومه التنظيميه او المقاومه جايه لك منين في المنظمه. الاربع عوامل دول بيوضحوا لك اجزاء مهمه جدا في التغيير. بيوضحوا لك ان دايما في الانترنال فورسز ايه هو يعني هناخد اول جزئيه، جزئيه الدرايفنج. اول جزئيه هناخدها جزئيه ايه؟ الدرايفنج اللي هي القياده من اجل التغيير. فبيبقى في الانترنال فورسز، الانترنال فورسز هنا بيبقى في مثلا ايه اللي بيقود التغيير؟ ان انت يبقى عندك نيو تكنولوجي. معلش دي اخر نقطه، اخر نقطه اللي هي اللي فاتت ولا اللي هي اللي تشينج لاس؟ طيب ماشي نرجع لها. الميكنج تشينج لاست اللي هو احداث التغيير النهائي، احداث التغيير يعني من الاخر كده بيقفل بقى العمليه بتاعت التغيير بالكامل. ميكنج تشينج لاست، ميكنج تشينج لاست. تمام، يعني ده بيصنع التغيير الاخير. هو لا هو هو هنا عمليه التغيير هنا بتمر بمراحل، هو ده احد مراحل عمليه التغيير، هو ده احد مراحل عمليه التغيير. طيب نرجع تاني، احنا قلنا هنشتغل في منطقتين، منطقه درايفنج ومنطقه ريزيستنج. اول منطقه في الانترنال فورسز ده الحاجات، العوامل اللي هنقولها في الانترنال فورسز هنا هي دي العوامل اللي بتقود عمليه التغيير وبتحفزه. ان يبقى في نيو تكنولوجي، هنشتغل على منتجات جديده، هنشتغل على حاجات جديده، هنشتغل على عوامل جديده. فالنيو تكنولوجي دي من الحاجات اللي بتحفز ان يبقى في تغيير. التشينجينج وورك فاليوز، الفاليوز اللي احنا بنشتغل عليها، القيم المؤسسيه اللي احنا بنشتغل عليها. لو في نيو نوليدج، معارف جديده، لو في برودكت جديد، لو في بدائل في العمل، في تغييرات في العمل، في الحاجات دي هي اللي بتقود عمليه التغيير بشكل ايجابي. برضو في الانفايرمنتال فورسز الكومبيتيشن، المنافسه برضو من الحاجات اللي بتخلي التغيير بيبقى اسهل شويه. فوجود المنافسه بيخلي المشاكل اللي بتحصل اثناء التغيير مش ظاهره قوي، لان كله بيبقى مركز ان في منافسه وبيحارب عشان يوصل للهدف ده. اللي تشينج الكونسيومر ديماند، ان الكونسيومر ديماند نفسه اتغير. الناس دلوقتي عايزه الحاجات تبقى بسيطه وتبقى هاي تك ويبقى وفي تفاصيل كتير فيها. فالجزئيه هنا اللي احنا بنتكلم فيها ان الكونسيومر او العميل طلبه يتغير او يتطور، دي من الحاجات اللي بتحفز الموضوع بشكل ايجابي جدا نحو التغيير. برضو الريسورسز افيلابيلتي اللي هو اتاحه المصادر او الموارد او الخامات او السوشيال اند بوليتيكال تشينج، اي تغيرات سياسيه او اجتماعيه، الانترناشونال تشينج، اي تغيرات دوليه. ده في الجانب ده اللي هي درايفنج فورسز
فور تشينج اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي اللي بتقود التغيير جوه المنظمه، ودي تعتبر الحاجات البوزيتيف في التشينج. طب هو احنا ليه داخلين في التشينج بتفاصيله قوي كده؟ لان الكورس اللي احنا بناخده كورس يعني للناس المحترفه، للناس المتخصصه، ولذلك بتاخد التفاصيل اللي وانت بتشتغل على اي عمليه تغيير انت عارف كل مرحله من المراحل ايه، وكل مشكله من المشاكل اصلها ايه. فانت الجزئيه اللي احنا اتكلمنا عليها في الدرايفنج دي، هنا احنا نقدر نشتغل عليها في حته الموتيفيشن، في حته الحماس، في اجزاء كبيره جدا نقدر نعتمد عليها عشان نتجنب الاثار السلبيه بتاعه التغيير ومقاومه التغيير. الجزئيه الثانيه جزئيه المقاومه بقى، المقاومه اللي هي الفورسز ريزيستنج تشينج. وهنا احنا بنقاوم حاجتين، المقاومه الفرديه اللي هي individual، والمقاومه المؤسسيه اللي هي الاورجنايزيشنال ريزيستنت. الموضوع هنا بيتكلم في حاجتين، انا ليه هقاوم التغيير، انا ليه هقاوم التغيير، يا اما انا مش عارفه، يا اما هيبقى هتعلم حاجه جديده، يا اما انتوا هتغيروا بقى النظام بتاعي واصحابي والناس اللي حواليا والامور المستقره، يا اما هيبقى في حاله عدم ثقه من الاداره، حاسس ان هيبقى في عدم ثقه من الاداره فهيغيروا، لا ده الوضع كده مش عاجبهم فهيغيروا. ودي لو احنا طبقناها على بعض المشاكل الاقتصاديه اللي حصلت في جمهوريه مصر العربيه، هنلاقي ان دي من المشاكل اللي خلت ان التغيير في القطاع الحكومي بالذات اصبح بشيء مش هنقول مستحيل، يعني لو كلمه مستحيل في كلمه ازيد منها يعني الامور بقت صعبه جدا، يعني اصعب من المستحيل ان انت تغير على المستوى الفردي، تتجنب المقاومه الفرديه عشان تغير طبيعه الكيان الحكومي او التفكير الحكومي او التفكير الروتيني او التفكير البيروقراطي في المنظمه الحكومية. ليه؟ لأن هنا يعني ودي نقطة مهمة جدا، ودي نقطة مهمة جدا، النقطة اللي احنا هنقولها دي هي عدد سنوات الخبرة بتتحسب ازاي؟ عدد سنوات الخبرة بتتحسب ازاي؟ ده سؤال. أنت بتحسب سنوات خبرتك ازاي؟ كل اللي قاعدين معايا في الكورس دلوقتي بتحسب سنوات خبرتك ازاي؟ بقالك بتشتغل 20 سنه، بقالك بتشتغل 30 سنه، بقالك بسنوات العمل. جميل. كل متفق ان هي سنوات العمل، يعني انا لو بشتغل بقالي 30 سنه يبقى انا خبرتي 30 سنه. طب سنين الخبره. ماشي، ما هو ايه الفرق بين سنين الخبره وسنوات العمل؟ هنوضح ده في 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 حاجة بسيطة جدا ومثال بسيط. لو جالك موظف حكومي، موظف حكومي وقال لك أنا خبرتي 35 سنة، هو دلوقتي قال لي أنا خبرتي 35 سنة، فهو بيديني دلالتين. الدلالة الأولى بيقول لي إن ال 35 سنة دول من وقت ما بدأ يشتغل، من وقت ما الراجل ده بدأ يشتغل ده 35 سنة، يبقى دي سنوات العمل. وهو بيقول انا خبرتي 35 سنه. طب خبرتك في ايه يا استاذنا في ال 35 سنه؟ خبرتي في توثيق العقود للشركات، يعني خبرته في توثيق العقود. يعني هنا خبرته هنا عمل ايه؟ ان هو شغلانته او الشغل اللي بيقوم بيه انه بيوثق عقود، فهي دي خبرته. عبارة دي عبارة عن سنة اتكررت 35 مرة، لأن السنة الأولى دي كفيلة إن هو حفظ كل الإجراءات وكل الأمور كلها فما بقاش يعمل جديد، فهي سنة اتكررت 35 مرة. ولذلك ده ما يقول لي خبرتي 35 سنة، أو لا أنت خبرتك سنة اتكررت 35 مرة، لأن أنت ما قمتش بأي تغيير
غير الايتم ده، انت شغال في عنصر واحد بس، عنصر اسمه توثيق العقود، اشتغلت لمدة سنة، هنقول ان هي سنة خبرة، بس سنة متكررة 35 مرة. ولذلك دي من النقاط المحورية جدا اللي وانت بتشتغل على التغيير تفهم ابعاد خبرات الناس اللي بتقعد تدافع عنها. وهو على فكرة الناس اللي خبرتها يعني بتبقى في اشياء صغيرة واشياء حكومية تلاقي من اكبر الناس اللي بتقاوم التغيير، تلاقي من اكبر الناس اللي بتقاوم التغيير وبتقاوم اي فعالية واقعية على جزئية التغيير او التحديث او التطوير. طب سؤال بقى تاني بقى، ازاي نحسب سنوات الخبرة؟ بعد ما جاوبنا الاجابة دي، ازاي نحسب سنوات الخبرة؟ ده بقى ايه اللي تجاوبوا عليه واحنا بنكمل الجزئيات اللي باقية. ده كده اتكلمنا عن المقاومة الفردية، نتكلم بقى عن المقاومة المؤسسية. المقاومة اللي بتحصل في المنظمة أثناء التغيير اللي هو إيه؟ في حتة أما أنت بتيجي تعمل إعادة هيكلة أو بتظبط الهيكل عشان يوافق التغيير اللي بيحصل، طب هنا الباور في إيد مين؟ الباور في إيد مين؟ ده القوة هيبقى في ايد مين؟ اه ده القوة كانت في ايد فلان راح لفلان. يلا تعالى 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 تعال. يجي بقى ايه، يبتدي يحصل ايه، احزاب صغيرة، ويبتدي يحصل جماعات كده صغيرة، وده يضرب في ده وده يضرب في ده، وده بيعمل مشاكل كبيرة جدا في المنظمة واستقرار. غير كده ان الكوست اللي بتبقى بتاعت التغيير في المنظمة بتبقى مرتفعة كل ما كانت المقاومه بتزيد، لان بعض الناس بتقع في خطا كبير جدا. من وجهه نظركم ايه اكبر خطا بتقع فيه المنظمه اما بتلاقي مقاومه شديده في التغيير؟ ايه اكبر خطا تقع فيه المنظمه اما بتلاقي مقاومه شديده في التغيير؟ اكبر خطا بتقع فيه المنظمه لما بتلاقي مقاومه كبيره في التغيير ان هي بتروح تحرص على ان هي ترضي موظفينها، فتبتدي تدي فلوس، تدي مزايا، تعمل حفلات، تدي شهادات تقدير، وتضمن منها ان ده هو العلاج الوحيد للتغيير، او ده اللي هيخلي الناس ترضى بالامر الواقع. لا بالعكس، ده هيخلي الامور تاخد مسار تاني. المسار اللي هتاخده ان لا انت دفعت لي واديتني زياده واديتني حوافز بس معذره ده ما يكفينيش، ده انا مش مقتنع بيه. لا انت واضح ان انت بتعمل حاجه غلط وهتاذيني، عشان كده انت بترضيني بالفلوس دلوقتي بس انت هتاذيني فيما بعد. فمش دايما ان الناس تروح تدي حوافز ومزايا وظيفيه ان يعني ده اللي هيعمل الطفره، او ده اللي هيخلي المقاومه تقل اثناء حدوث التغيير. الشكل الثاني ده شكل من اشكال التغيير في اثناء التغيير في المنظمه. الشكل الاول اللي فيه مربع ده وفيه خط طالع، ده بيسموه developmental change اللي هو التغيير التطويري. ده انا ماسك البرفورمانس وبحاول ايه اطوره واعليه من ليفل معين لليفل اعلى، فبشتغل ايه على الجزئيه دي. يعني انا مش رايح اعمل تغيير لمجرد التغيير، ده هنا بقى كلمه التغيير بيصنفها لك، يا اما انت عايز تطور عشان تعلي البرفورمانس وتعلي الانتاجيه وتعلي الامور دي كلها في المنظمه بتاعتك، يا اما انت رايح الجزء الثاني اللي هو فيه شكلين من المثلثات دول، اللي هو ترانزيشنال تشينج اللي هو التغيير المرحلي، ان انا هبقى المرحله دي كنت بالشكل ده، المرحله الثانيه لازم ابقى بالشكل الثاني المختلف. الشكل الثالث اللي هو مثلث ونجمه اللي هي ترانسفورميشنال تشينج اللي هو تغيير جذري. لا ده انا كنت طول عمري مثلث، لا انا لغيت المثلث خالص وهبقى نجمه، هبقى ستار. معناها ان انت يعني بتعمل تغيير جذري لكل هياكل واجراءات واختصاصات وطبيعه انتاج وطبيعه عمل، تغيير جذري كامل في المنظمه.
ولذلك كل مستوى من المستويات دي هنلاحظ ان اقل المربع ده هتلاقي عنده كده سهم فيه مكتوب فيه لو، والناحيه الثانيه عند ستار مكتوب هاي. اقل الخسائر واسهل عمليات التشنج عند المربع لانه بيلعب على البرفورمانس، بس اخطر عمليات تغيير تبقى عند الستار الموجوده دي، لان ده تبقى عوامل المخاطر فيه كبيره، وممكن تصل ان نسبه التيرن اوفر، طبعا عرفنا يعني ايه تيرن اوفر، ان نسبه التيرن اوفر تعلى وتصل لارقام تكاد تنبئ بانهيار المنظمه. جميل. هنا بقى سؤال بيقول لك what are the major target of organizational change and why is it important to identify the right target. ليه يعني بيقول لك ايه هي الحاجات الرئيسيه اللي احنا بنترجتها عشان نعمل تغيير في المنظمه، وده احنا اتكلمنا عليه، وليه اصلا ان الحاجات دي تبقى واضحه ومعروفه مهمه. زي ما احنا اتكلمنا انواع التغيير ومراحل التغيير وخطوات التغيير واشكال التغيير واشكال خطوره التغيير. طبعا انت لو رحت خدت كورس في المانجمنت او في التشينج بشكل اخص مش هيطلعك على كم التفاصيل اللي احنا عايزين ناخدها دي، بس هي البي اتش ار اي دي شهاده متخصصه، ولذلك الراجل اللي بيبقى متخرج من الشهاده دي لازم يبقى لا عنده من الامكانيات ومن التفاصيل ومن المعلومات اللي يقدر يدير اي مخاطر بتحصل على الموارد البشريه. ومن اكثر الادارات اللي بتتضرر واللي بيبقى كل موظفينها اعداء لجميع موظفي الشركه هي الموارد البشريه اثناء عمليه التغيير. ولذلك مهم جدا ان احنا نعرف طبيعه كل مرحله وايه العوامل اللي فيها وايه الايجابيات وايه السلبيات اللي احنا بنقابلنا اثناء عمليه التغيير. طب جميل. طبعا الموست كومن تارجت اوف تشينج، طبعا اتكلمنا عن اللي بيحصل ورك تيم والاستراكشر والاستراتيجي والحاجات دي كلها، واتكلمنا عن الطبقه الشخصيه، ما اتكلمنا عن موظفين الحكومه والخبرات والامور دي. طب الكارت لوين بقى ده نموذج من النماذج اللي بتوضح حاجه مهمه جدا، وعلى فكره الجزئيه دي من الاجزاء اللي محتاجه تركيز. في حاجه مش واضحه اول قبل ما نخش في النموذج ده في اللي فات، في اي حاجه مش واضحه؟ عشان النموذج ده هيدينا عليه اشياء كتيره في المراحل اللي جايه. كله تمام يعني؟ طب كده. طب كارت لوين ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم على ان البرودكتيفيتي ليفل الانتاجيه هنعتبرها من 0 ل 160%. ده البرودكتيفيتي ليفل. وتحت كده الجزئيه متقسمه لاثنين. نفس النموذج اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هي درايفنج فورس والايه؟ والريستريننج فورس. بس ده من منظور تاني. والجزئيه اللي في النص دي الاكويليبريم بوينت دي نقطه التعادل، منطقه التعادل اللي ما بين الاثنين. فهنا بيتكلم عن اجزاء متخصصه في الجزئيه دي. فهنا بيتكلم عن درايفنج فورس اللي هو القوه اللي بتدفع التغيير، والريستريننج فورس اللي هي بتقيد التغيير. والجزئيه هنا اللي احنا بنركز عليها ايه؟ هو بيقول لك والله ان لما بيبقى في فاينانشال انسنتيف وبريشر يعني ضغط فروم سوبرفايزرز وساتسفاكشن والرضا بيبقى يعني الدنيا مش مظبطه فيه شويه بس بيعلى واحده واحده، ده بيدفع عمليه الانتاجيه والتغيير والامور دي كلها ان هي تتطور والانتاجيه تزيد. الجزئيه الثانيه بقى لو مثلا في ميكانيكال يعني صعوبات ميكانيكيه في العمل، لو في مقاومه شديده من كافه الاطراف، لو في اي حاجات فيزيكال موجوده في طبيعه الشغل وفي طبيعه الامور دي كلها،
دي بتخلي الانتاجيه وبتخلي التغيير وبتخلي التطوير. يعني هتلاقي ده سهم طالع ناحيه الانتاجيه، الجزء بتاع درايفنج والتريننج رايح ناحيه تقليل الانتاجيه. فهنا دايما بيبقى المقاومه ما بين الاثنين، وكل واحد يحارب في اتجاه عكسي للاخر، والجزئيه اللي تحت اللي هي ايه منطقه التعب. برضو ده شكل تاني من اشكال التغيير اللي هو دالتون تشينج موديل، وده بيركز على 4 عوامل. اول عامل فيه بيركز على ان انت تحط اهداف عامه من خلال، والاهداف العامه دي تعمل لها سبيسيفيك اوبجكتيفز، ده رقم واحد. الجزئيه الثانيه ان انت تشتغل على يعني نيو ريليشن شيب عشان تعمل يعني فورمر سوشيال تايز، ان انت تعمل نيو ريليشن شيب، علاقات ثانيه، مجتمع ثاني عشان يعوض على المجتمع اللي انت هتغيره، او هتغير في الفاليوز بتاعته، او هتغير في اي طبيعه منه. سيلف داوت ان انت تعمل ايه، تعلي السيلف استيم، الثقه، وتعلي تقدير الذات، وتعلي الامور دي كلها. اكسترنال موتيفيشن بقى فور تشينج، الموتيف ده هيعمل ايه؟ دايما تعمل انترنال موتيف فور تشينج، دايما تحفيز. ده شكل من اشكال التغيير اللي اسمها دالتون تشينج موتيف. طبعا في اديشنال تشينج ثيوريز، نظريه ثانيه للتشينج اللي هي في الاديوكيشن، في التغيير، في الريينفورسمنت اللي هو اعاده يعني اعاده التمكين لبعض القدرات، البير جروب انسبيريشن اوف وان بيرسونال اكزامبل. دي كلها نظريات لو انتم حابين تقروا عن المسميات دي، بس هي كلها تتمحور في كل الكلام اللي احنا قلناه عن التغيير. طب جميل، الجزئيه دي جزئيه مهمه جدا. في البدايه الموضوع اخباره معاكم ايه بالنسبه للتشينج؟ اخبار الموضوع النهارده ايه؟ يعني خلينا ناخد ريست كده دقيقه نتناقش فيها يعني قبل ما نخش في الاكشن ريسيرش موديل. اخبار موضوع التغيير معاكم ايه؟ طيب ماشي. طيب ايه اكتر حاجه استفدتوها من الكلام اللي احنا قلناه في الفتره اللي فاتت؟ يعني عايزين تفاعل عشان بس ايه نشوف الفكره. لا ثابت الا التغيير، دي خلاصه الكلام فعلا، ومفيش شيء ثابت الا التغيير فعلا. يعني كلمه يعني زي ما بيقولوا اصابت الهدف. جميل، نخش على الجزئيه الثانيه. طبعا انت كهيومن ريسورس او في الموارد البشريه، وعلى فكره كل الكلام اللي اتقال ده يعني مش هيبقى بينصب في موضوع الموارد البشريه بس، بل بالعكس هو بيتصب في موضوع الموارد البشريه وغير الموارد البشريه وغير الموارد البشريه. يعني انت لو انت عايز تدير تغيير في القسم عندك، لو انت عايز تغيير تدير تغيير في حياتك، تدير تغيير في اسرتك، تدير تغيير في مجتمعك، تدير تغيير في اي مستوى من مستوياتك المحيطه بيك، انت تقدر تقوم بنفس الفكر ده. بس اعرف نقطه مهمه جدا في موضوع التغيير، دايما دايما اما تيجي الجزئيه اللي هنقولها الجايه دي جزئيه تلخص كل الكلام اللي فات. اما تيجي تفرض مقترح جديد او تغيير او تطوير لأي شيء من الأشياء في شغلك، في عملك، في حياتك، وعايز تعمل لوبي ناس كده، مجتمع كده هو اللي بيأيدك، ما تجتمعش بالمجتمع ده مجموعات، ابتدي بالقناعات الفردية واحد واحد يقتنع بيك، واحد واحد يقتنع بيك. على سبيل المثال لو أنت بتشتغل على قسم، تبتدي كل فرد من افراد القسم تلف عليه واحد واحد وتقنعه بشكل فردي، تقنعه بشكل فردي وتعطيه كل الاهتمام. الراجل ده ده انا بقترح مقترح ان احنا نغير ونطور و و و
وتاخد كل الطاقة السلبية اللي منه دي وتحولها لطاقة إيجابية، وتقول له لا ده أنت بالعكس، وتوضح له المزايا بتاعة التغيير لشخص شخص لشخص شخص تعدى عليه وتوضح له الأمور دي كلها، لغاية ما يبقى عندك لوبي كده. ودايما اعتمد على الأفراد، يعني دايما بيبقى في فئة بتؤثر في المنظمة وبتقودها، وفي فئة منقادة ورا الفئة المؤثرة دي، يعني في فئة بتقود وفي فئة بتقاد. فالفئة اللي بتقود، وطبعا دي بتبقى واضحة للناس كلها، دي الفئة اللي انت تقدر تشتغل عليها وتعمل منها اللوبي ده، عشان يوم ما تقول انا هحدث تغيير كل عوامل القوة في المكان بقت معاك وفي ايدك، فتقدر تحدث التغيير اللي انت تقدر فيه تنجح، وتتجنب عوامل مقاومة شديدة جدا ممكن تكون انت اول ضحاياها. جميل. الجزئية اللي فاتت دي مهمة جدا، في ازاي في الواقع بقى بدون الرجوع لنظريات ومناهج بحث علمي والامور دي كلها، الواقع بتاع التغيير وطرق نجاح. نخش بقى على الاكشن ريسيرش موديل. اكشن ريسيرش موديل هنا بيقول لك والله لو انت عندك مشكله، اول يعني انت تمشي كده مع المربعات لغايه ما ايه ما نوصل للعلاج. اول حاجه عرف المشكله، انت عندك مشكله اثناء حدوث التغيير. جميل جدا. طب اثناء حدوث التغيير ده انت بتعمل ايه؟ اول حاجه اعرف المشكله اللي بتقابلني اثناء حدوث التغيير. جميل. طب اللي بعد ده بقوم بايه؟ جمع المعلومات، داتا جاذرنج. جميل. وبعد ما تجمع المعلومات الفيدباك بقى من التارجت جروب اللي انا محدده، وابتدي الداتا بقى اعمل لها ايه ديسكشن بقى وتحليل والحاجات دي كلها. طب من بعد ما اجمع البيانات واخد الفيدباك من التارجت جروب اللي انا جمعت منه البيانات، وابتدي اشتغل بقى على الداتا واعمل لها تحليل، تحول النتائج بتاعتها لايه؟ لاكشن بلاننج، خطه عمل. وبعد ما اعمل خطه العمل باخد الاكشن، وبعد ما باخد الاكشن بجمع برضو المعلومات، شوف الاكشن ده ايه اخباره والفيدباك بتاع الناس ايه والداتا، واشوف واعمل اكشن بلاننج تاني عشان اعمل الاكشن بعده، وتستمر العمليه على هذا المنوال. تعالوا ناخد مثال على نفس شركه المراعي اللي احنا كنا شغالين عليها. شركه المراعي معروف ان هي دايما اول ما تقول مراعي تقول البان، تقول زبادي، دخلوا في العصاير، وبعد كده دخلوا في الجبن. احنا نقول ان المراعي هتعمل مخبز، او هتعمل خبز معين، او تعمل مخبوزات. طبعا انت دايما المفهوم عن شركه المراعي ان هي ايه؟ يا اما منتجات البان، يا اما في المرحله الاخيره بقت عصائر، يبقى يا عصير يا البان. جميل. عشان العصير والالبان ده اعمل انا ايه؟ انا دلوقتي فئه العمال اللي شغاله عندي في العصير والالبان خلاص استقروا، والدنيا بقت جميله وفيهم شغلهم و و و و. طب انا بعمل منتج جديد، وانا بعمل منتج جديد طبعا هجيب له خطوط انتاج، خطوط الانتاج الجديده دي اللي بتعمل منتجات جديده هيجيبوا عمال جديد. طب العمال الجديده دي طبعا ثقافة المراعي بالنسبة لمنتجات الألبان وبالنسبة للزبادي وبالنسبة للعصائر ثقافة جميلة. هنقول إن المشكلة إن الثقافة بتاعت العمال الجين جدد في المخابز أو في المخبوزات اللي أنا هشتغل عليها عندي مشكلة في ثقافتها، فأنا عرفت المشكلة اللي هي إيه؟ بروبلم إيه؟ ريكوجنيشن. بعد كده بعملها داتا جاذرنج، بجمع المعلومات. طب الثقافه دي من ايه؟ عشان انا جايب هنود ونيباليين، طب انا لازم اعمل توازن، طب لا لازم اعيد توزيع الناس. طب وابتدي اشوف الفيدباك من التارجت جروب، وابتدي بعد كده اعمل ديسكشن ودايجنوز للايه؟ للداتا اللي عندي دي، بعد كده اخد اكشن بلاننج ان لا
انا عشان اثر على الثقافه دي، ما ينفعش يبقى فئه عمال واحده هي اللي مسيطره على خط الانتاج، لازم انوع وبنسب. فمثلا لو الهنود دول وصلوا 80%، لا انا انزلهم ووصلهم ل 23% مثلا او 20% على حسب التحليل بتاعك، وابتدي اشتغل، والعماله اللي دي اوزعها على خطوط الانتاج الثانيه او على المنتجات الثانيه. وهنا ده اللي حصل. طب عمل الاكشن بلان، راح للاكشن، بعد كده العمليات استمرت. فانت بنبتدي اول حاجه اي مشكله بتقابلك، وده اكشن ريسيرش موديل لو انت عايز تبحث في اي مشكله، اول حاجه عرف المشكله. زي ما واحد سيارته تعطل وبيكلم الميكانيكي، الو السياره عطلانه، اول حاجه الميكانيكي يبتدي يساله كذا سؤال. طب الصوت، طب هي واقفه ازاي، طب في دخان، طب في طب في طب في، هو قاعد بيساله الميكانيكي، بيسال الراجل وهو سائق العربيه بعد ما عطل، بيساله كذا سؤال ليه؟ عشان يوصل لحاجه واحده بس، انه يعرف المشكله. طب قال له ده في دخان لونه كذا، طب الدخان ده طب في كذا، يبتدي بقى يعمل الداتا جاذرنج بقى، يجمع بقى المعلومات، طب كذا طب كذا طب كذا، لا ده انت كده المشكله مثلا في الموتور ده، في المشكله في كذا، المشكله في كذا، المشكله في كذا. بس هو قاعد الاسئله بتاعته الكتير دي كلها بيعمل ده كل عشان يحدد المشكله فين بالظبط، يحدد المشكله فين بالظبط. جميل. الجزئيه اللي بعد كده هنخش على جزئيه مهمه جدا. طبعا في ديسكشن كده عن what is the learning organization and what are its competitive advantage. السؤال ده يعني هندردش فيه شويه كده قبل ما نخش على جزئيه ال learning organization. يعني الجزئيه اللي هتالي دي هتبقى جزئيه ال learning organization، ودي من الاجزاء المحوريه قوي، وفي حته ان احنا ازاي المنظمه بتاعتنا تبقى افكتيف وقادره على ان هي تواجه كل التحديات اللي بتقابلها طول يعني طول حياتها في سوق الانتاج او في سوق العمل او في اي سوق هي متخصصه. احنا النهارده بنخلص الموديل الاول او الموديل الاطول، يعني بعد كده محاضرتين في كل موديول خلاص الموضوع كله بيبقى خلص. الموديول يعني احنا خدنا 5 محاضرات في اول موديول، احنا عندنا 6 موديولز. كل موديول منهم كان كنا احنا عاملينه يعني من 3 لمحاضرتين، بس قلنا ان الموديول 1 ده هو اللي بيطول شويه، فان شاء الله دي اخر محاضره في موديول 1. يعني انت كده عندك الماتيريال موجوده على الجروب، تقدر تدخل موديول 1 وتقراه بالكامل مع ال5 محاضرات دول، اظن الموديول 1 يبقى خلاص مفيش فيه ادنى مشكله. كل الحاجات الصعبه اللي هتبقى واقفه قدامك كلها بالكامل هتلاقيها بقت واضحه، وضوح الشمس زي ما بيقولوا، وامور بسيطه جدا، ووضحنا لك الفكره من كل نموذج وكل هدف وكل جزء من الاجزاء اللي احنا اشتغلنا عليه. وهنحط على الجروب موديول 1 تاني، ونفتح باب المناقشه للامور كلها بتاعت موديول 1. بس السؤال هنا يعني ايه ليرنينج اورجانيزيشن؟ يعني ايه كومباتيتيف ادفانتج؟ ده سؤال راجل بيسالك، عايزين نجاوب عليه. طب هنجاوب عليه بايه؟ منظمه تتعلم باستمرار، ماشي. ليه؟ هو دلوقتي الميزه التنافسيه مثل جوده المنتج، جميل. السؤال اللي هو عايز يساله هنا، هو عايز يقول ايه؟ يعني هو في الحته دي عايز يقول ايه؟ هقول لكم هو عايز يقول ايه. هو عايز يقول ان المنظمات المتعلمه، المنظمات دي بتعبر عن ايه؟ او بتظهر ازاي؟ بتظهر عن طريق رغبه الناس في طلب وتبادل واستخدام المعلومات الجديده عشان تحسن فعاليه المنظمه. في جزء خاص بالتريننج والديفلوبمنت. اما احنا نشتغل على التطوير والتدريب، احنا ليه بنطور وندرب الكوادر الوظيفيه اللي عندنا؟ ده سؤال مهم. وبعدين كل عضو موجود في المنظمه اللي تتعلم
بيبقى عنده استعداد ان يعدل سلوكه عشان سلوكه ده يعكس المعرفة والأفكار الجديدة اللي دخلت. المنظمة اللي بتتعلم وبتدرس باستمرار بتلاقي فيها البرامج والإجراءات والعمليات وعمليات الإنتاج دايما بتتحسن ذاتيا، وإجراءاتها الداخلية فيها من المرونة اللي بتتطور وبتخليها دايما بتتجاهل مشاكل الماضي وبتنسى دايما الأخطاء، لأن هي حريصة على إيه، على إنها تتلافى كل خطأ تلاقيه، وبتدرس دايما كل مشكلة تواجهها إيه هي أسباب المشاكل، وبتستخدم المعلومات اللي بتجيلها ده عشان تتفادى الأخطاء في المستقبل. والمنظمة المتعلمة دي دايما بيبقى عندها زي منهج إجرائي كده لجمع المعلومات بين أعضائها وعملائها حول كيفية إيه؟ كيفية أداء الشركة، هو جيد ولا غير جيد، وهل وهل وهل. ودايما الملاحظات بتاعت العملاء ليها ده منهج عشان اتطور، عشان افضل موجود، عشان افضل متواجد، عشان افضل مواكب الحدث، عشان افضل اعالج مشاكلي، وعشان افضل احسس ان العميل بتاعي انت اهم شخص انا بشتغل له، وعشان احدد افضل الممارسات الصناعيه اللي تقدر اشتغل بيها بشكل قوي جدا. لكن اللي واضح ان اهم ميزه، بقى في المنظمات المتعلمه هو ايه؟ ان هي بتخلي التعليم جواها هو الميزه التنافسيه الاكبر. وهنا تيجي جزئيه الكومباتيتيف ادفانتج، الميزه التنافسيه الاكبر اللي هي ايه؟ متقبله لاي شيء يطرأ عليها عشان ايه؟ تنافس وتواجه الاخطار وتواجه اي نتائج بتحصل سواء بالسلب او بالايجاب. يعني ايه؟ leading organizations بشكل مبسط كده هو يعني ان انت بتخلق بيئه بتسهل التغيير والتطوير عشان تبني منظمه متعلمه. وتنظيم التعليم ده ان انت تعمل منظمه تقدر تخلق وتشتري وتنقل المعرفه، سواء باختيارك للاشخاص، سواء باختيارك للانظمه، سواء باختيارك لطبيعه الانتاجيه وطبيعه العمل وفي تعديل السلوك، عشان دايما يبقى عندك انت سلوك متقبل اي افكار جديده، متقبل اي معارف جديده، متقبل اي فوائد بتيجي، متقبل اي انتقادات برضو بتيجي. ولذلك في عوامل خمسه، خمس عوامل هم اللي بيحددوا، خمس عوامل هم اللي بيحددوا ايه المنظمه دي كطبيعه انشاء. يعني في خمس عوامل هم اللي بيحددوا المنظمه دي كطبيعه ايه انشاء. هم دول الخمس عوامل، دول اللي بيحددوا اما انت تيجي تنشئ منظمه. بيقول لك ايه دي يعني زي اللبنات الخمسه عشان تنشئ ايه منظمه متعلمه. اول حاجه سيستماتيك بروبلم سولفينج، عنده منهجيه في حل المشكله، عنده منهجيه في حل ايه المشكله. ماشي. تاني حاجه الجزئيه الثانيه، طيب ماشي، هو في مشكلة دعم فني، فيا ريت يا جماعة 2350 بس نفهم المشكلة بتاعته. الجزئية التانية حاجة متخصصة في الخبرات اللي هي الايه اكسبيرمنت، يعني هو بيشتغل على جزئية الخبرات، ان انت دايما عندك مخزون من الخبرات اللي بيخليك دايما متعلم، دايما بتزود مخزون الخبرات ده في التعيينات. دايما بتزود مخزون الخبرات ده ايه في التعيينات، دايما تتعمد ان انت تجيب ايه ناس ذوي خبره. اللي هو الاكسبرمنتيشن. الجزئيه الثانيه يعني ايه؟ اكسبرمنتيشن. جميل. الجزئيه الثانيه اللي هي ليرنينج فروم باست اكسبيرينس، ان انت يبقى عندك هيستوري، تعلم من خبراتك السابقة ومن تجاربك السابقة.
الجزئية الرابعة learning from others، إن يبقى عندك قابلية تعلم من الآخرين. الجزئية الخامسة transferring knowledge، إن يبقى عندك التشانلز اللي تخلي النولج بتنتقل بشكل سلس وبسيط. وده كله عشان إيه؟ عشان أنت تحافظ على الكومبتيتيف بوزيشن بتاعك، عشان تحافظ على وضعك التنافسي. جميل. الجزئية اللي بعد كده، واللي احنا برضو من الأجزاء اللذيذة شوية، الجزئية الري انجينيرنج او اماتيور اورجانيزيشن، ان انت ازاي تعمل ري انرجايزنج اماتيور اورجانيزيشن. اولا الماتيوريتي بتاعت اي اورجانيزيشن تتوقف على عده عوامل. دايما وقت تاسيس المنظمه بيحكم عدد السنوات اللي هتصل بيها المنظمه دي لحاله من حالات النضج. عشان اما اجي اعمل لها اعاده تنشيط او ري انرجايزنج يحصل ايه؟ يبقى في القابليه للامور دي بشكل سلس. يعني لو جيت قارنت شركتين، هقارن شركتين دلوقتي واقول لكم تعالوا نعمل لها ري انرجايزنج، شركه نوكيا وشركه ابل، تفتكروا مين اللي هتتقبل الري انرجايزنج اسرع، ابل ولا نوكيا؟ مش هنقول النوكيا بتاعت، بس ابل ولا نوكيا اللي هتتقبل الموضوع ده بشكل اسرع؟ جميل، ابل. ليه؟ لان ابل اتاسست عشان تصل ان هي تكون ناضجه مستوعبه قويه، مش تاسست عشان تعمل منتج وتكسب منه وتربح و و بس. لان المحتمل من المحتمل جدا ان المنظمه الناضجه دي ممكن نحافظ على حجمها وهيمنه السوق لفترات طويله، بس لازم ننشط. يعني ممكن ابل تفضل فعلا مسيطره على السوق ومهيمنه، بس لو ما عملتش الري انرجايزنج ده والتنشيط ده والتطوير ده، ممكن تيجي لحظه تلاقي ابل دي تختفي، بتختفي من السوق بدون اسباب وبدون مقدمه. نيجي على الجزئيه الاخيره النهارده، جزئيه الاثكس. جزئيه ايه؟ الاثكس. احنا عندنا بالظبط في يعني الاثكس هنتكلم عن الكود اوف اثكس، وهنتكلم برضو عن الانتماء دي الاجزاء اللي احنا هنتكلم عليها، وبعد كده هنتكلم بقى على السوشيال ريسبونسابيلتي، ودي كانت اخر تبقى اخر الشرح. هنلخص الاثكس دي كلها في مثال بسيط جدا قبل ما نخش في الدسكشن. لو احنا كده جينا اول سؤال في الدسكشن اللي احنا بنتكلم عليه، بيقول لك ايه وات از ذا بينفيت اوف كود اوف كود اوف اثكس؟ يعني ايه كود اوف اثكس؟ يعني سؤال كده، يعني ايه كود اوف اثكس؟ طيب الكود اوف اثكس ده هو اشبه بالبصمه، البصمة الأخلاقية أو الكود الأخلاقي لكل منظمة. كل منظمة لها كود كده، الكود الأخلاقي بتاعها. فالكود أوف إثكس ده بقول إن ده الكود بتاعي عشان أضمن إن الأخلاقيات التنظيمية تبقى ماشية بالمنهاج وبالطريقة اللي أنا راضي عنها واللي أنا مبسوط منها، واللي هي توافق طبيعة منتجي وشغلي وتوافق طبيعة اللي أنا عايزه. جميل. طب قواعد السلوكيات الاخلاقيه زي ما بتقولوا انا بعملها بناء على ايه؟ بعملها بناء على ايه؟ عايزين نوصل لحاجات مهمه جدا. هسال سؤال والسؤال ده اجابته هتوضح حاجات كتير. عندي موظف عرفت ان هو بيشرب خمور خارج العمل، بس بيجي للعمل فايق.
وعرفت ان هو يعني اخلاقه مش جيده خارج العمل، بس داخل العمل ملتزم. وعرفت ان هو عيلته او البيئه اللي فيها مشاكل اخلاقيه كبيره، بس هو الراجل ملتزم. وعرفت ان ليه احد الاخوات، واحد من اخواته يعني مثلا اتهم في سرقات كبيره بس هو ما سرقش. الموظف ده جات له ترقيه، وموظف تاني معلوش اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها دي وجات له ترقيه. ارقي مين اللي اديله الترقيه؟ الموظف اللي عنده مشاكل بس هو عندي في العمل ملتزم، ولا الموظف اللي مش سمع عنه اي حاجه غير اخلاقيه؟ هنقول الموظف اللي هو عنده مشاكل واحد، والموظف اللي عندهش مشاكل اثنين. انتوا رايكم ارقي واحد ولا اثنين؟ اثنين. كله قال اثنين. جميل. طب ماشي. محمد قال واحد. طيب هنسأل محمد سؤال، انت هتبقى مطمن له وانت بتعينه وانت سمعت عنه الكلام ده كله؟ واكيد واحد برضه. طب ماشي خلاص ما تزعلش، احنا محتاجين وجهة نظر. خلاص ماشي خلاص. انت تبقى مطمن ان انت الشخص اللي بتعينه وعليه المشاكل دي كلها. خلينا ننتقل لمرحلة تانية. طبعا يعني الراجل انا سامع سمعته خارجيا زي الزفت، ومعروف ان الشخص ده بيشتغل عندي في الشركه. هل ده مش هيأثر بالسلب على شركتي انا؟ ماشي جميل. تخيل مثلا المجتمع اللي الشخص ده منه. طيب مرفده. جميل جميل، احنا كده قربنا من الحته اللي انا عايز اوصل لها. طيب مرفده، ليه مرفدوش؟ خاصه اذا كان عمله فني. جميل كده، حلو كده، المناقشه سخنت ووصلت لحتت احنا كنا عايزين نوصل لها. احنا ليه بنتناقش هنا؟ احنا بنتناقش عشان نفتح اجزاء معينه مهمه جدا ان احنا نشتغل عليها. جميل. انا عايز بس اقرا كان بيقول، هو في العمل جيد لكن حواليه شكوك، لو ماسك منصب ممكن يستغله. وجهه نظر جميع قواعد الحكم السلوكي. انت حاطط ايه؟ 85 قال السكه اللي انا عايز ابتدي بيها بقى. جميل جدا. انا لما بعمل كود اوف اسكس او بحط القواعد الاخلاقيه بتاعتي، انا بحدد سمعتك بره تمني ولا ما تمنيش. بعض الشركات خصوصا اللي بتشتغل بشكل محلي لازم تجيب ناس سمعتها زي الذهب. زي ليه؟ لان ممكن عائلات كامله ما تشتريش منتج من الشركه دي بسبب ان الشخص الفلاني شغال فيه. ده جزء، بس كبزنس وايز او كاسلوب بزنس احنا شغالين بيه، مفترض ان ماليش علاقه بيك بره. والمفترض لو انا برقي واحد واثنين اشوف مين الاكفأ في العمل. والمفترض ان لو واحد اكفأ وعليه مشاكل قد كده بره بس هو في الشغل ملتزم وراجل ما عليهوش اي مشاكل وتاريخه الوظيفي ممتاز، خلاص انا بالنسبه لي اعين واحد. لو اثنين اكفأ اثنين اعينه، بس بالنسبه لي واحد مش سبب رد دي المشاكل الاخلاقيه او سمعته السيئه بره. وهنا بنصل لجزئيه مهمه جدا. انت رؤيتك كمنظمه وكشركه وكموارد بشريه هي اللي بتحدد انت يهمك ايه بره ويهمك ايه جوه. يعني الشخص ده عليه مشاكل بس ما تاخدش مثلا الشرطه خليته في اي مشكله، ما عليهوش قضايا، ما عليهوش كذا، ما عليهوش معلوش يعني كذا. بس هنا نقطه مهمه جدا. هل يعني هنا محمد بيقول صاحب الاخلاق السيئه يجب ان يفصل من العمل؟ طب ماشي. طب يا محمد، اما انا
الاخلاق السيئه دي جوه العمل ولا خارج العمل؟ لو انا بحاسبه على جوه وخارج العمل ده مش صح، قانونا مش صح. قانون كقانون عمل مالكش انك تحاسبني بره العمل. لكن انا جوه عملي اثبت اي مخالفه اخلاقيه، هنا ليك انك انت تفصلني، ومش تفصلني كمان لا، ترجع للقانون، يبقى فيه انذار ويبقى فيه خصم ويبقى فيه لجنه ويبقى فيه تحقيق ويبقى فيه اجراءات ان هي تاخدني لجزئيه الفصل من العمل. بس ده على حسب انا رؤيتي ايه وشغال ايه. بس مفيش منظمه تقدر تقول ان انا احكم على شخص خارج عمله. انا ليا الراجل من اول ما بيخش من باب الشركه لغايه ما يخرج منها، انا ليا الكود اوف اسكس بتاعي. شفتوا احنا لما عملنا الدسكشن والمناقشه دي احنا اتكلمنا في اجزاء عده. طب انا يهمني بره ولا جوه؟ طب الاخلاقيات مهمه ولا غير مهمه؟ طب هل راجل فنيا عالي اقبله باخلاقياته السيئه؟ طب هل 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 كل الحاجات دي انت لما بتيجي بتعمل بقى الميثاق الاخلاق بينك وبين موظفين الشركه، هو ده اللي بيحكم الموضوع وبيخلي الموضوع فيه سيطره قويه جدا، وبيحل لك مشاكل لا حصر لها. بيحل لك مشاكل لا حصر لها. جميل. كده احنا وصلنا لمفاهيم كتير جدا من خلال المناقشه دي. طب الجزئيه الثانيه، الجزئيه الثانيه دي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، طبعا ناس كتير في الجزئيه دي بيبقى ليها يعني يبقى ليها وجهات نظر، كل واحد ليه وجهه نظر. بس دايما انت كمنظمه حط وجهه النظر بتاعتك انت، ومن يخالفها يعني هو اللي يحاسب. بس بجانب ان وجهه النظر دي مهمه، في حاجه اهم غير وجهه النظر، ان انا المفترض الاخلاقيات انا بحطها عشان اظبط بيها علاقات العمل، واظبط بيها الاخلاقيات اللي بيتم بيها التعامل ما بين الموظفين. فدايما الاخلاقيات او الايثكس او الموراليتي، هنا انت بتدور في وات از ذا اتش ار رول، القاعده اللي ريجاردنج ايثكس ان ان اورجانيزيشن. هو هنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه هو دور الموارد البشريه بشان الاخلاق في المنظمه؟ ايه دور الموارد البشريه؟ طب ايه دور الموارد البشريه في اخلاق المنظمه؟ والحته دي هتجاوب لنا اجزاء كتير جدا من المناقشه اللي احنا عملناها. بس سؤال، والسؤال ده مهم جدا، لو شخص عرفت ان عنده مشاكل في بيته وفي قضايا مرفوعه بينه وبين زوجته، وهو خد اجازه وقال لي انا واخد اجازه عشان انا عندي مشكله في البيت ومرفوعه معايا قضيه والحاجات دي كلها، هل اروح اخده واقول له لا ده انت هتمسك مشروع جديد او 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 الحاجات دي كلها؟ اولا المشاكل بتاعته دي ملهاش علاقه بميثاق الاخلاق، بس لازم دايما ابقى مركز مع الموظف بتاعي ان حتى لو عنده مشاكل اشوف المشاكل دي هتاثر على انتاجيته ولا لا. انا ممكن توصل ان انا اقول له لا انت خد اجازه شهر خلص مشاكلك وبعد كده تعالى، لان انت هيبقى وجودك والعدم سواء. هنا ده دور الاتش ار، يبقى متابع وشايف الموظفين وده رايح فين وده جاي منين. هنا الدور المحوري للموارد البشريه. جميل. طب الاجراءات الاخلاقيه لازم تكون عادله ونزيهه، بس تحترم استقلاليه وكرامه الناس. مالكش دعوه بيا بره. لو انا بشرب مخدرات مثلا، المخدرات اللي بشربها دي لو طبيعه شغلي بتقول ان انا لو بشرب مخدرات هتاثر، وانت من شروطك انك بتحلل مخدرات واي حد يثبت انه بيتعاطى مخدرات يرفض، خلاص تم فصله خلاص. يبقى ده اللي اتفقت عليه وده اللي انا مضيت عليه الامور خلاص. ولازم واحنا بنعمل المسواك ده ينظر ليه من قبل العقلاء، لان ده الصحيح والسليم. وكمان
الكود اوف ايثكس ده الاساس اللي بيحدد ممارسات الموارد البشريه عادله ومنصفه، ولا كل واحد بقى بمزاجه بيتعامل مع الشخص ومع المنظمه بمزاجه وباي اخلاقيات. لا، انا بقول ان في اخلاق لكل المنظمه بيلتزم بها كل واحد مهما كانت اخلاقه حسنه او سيئه. لان افترض ان الكود اوف ايثكس ده او ميثاق الاخلاق ده هو اللي بيوصلك لاجزاء مهمه من حته ايه؟ ان يبقى عندك اللويالتي، الولاء والطاعه والسريه. الولاء والطاعه والسريه بمعنى ايه؟ الولاء اللي هو الانتماء، ان انت محافظ عليا ومحافظ على كرامتي واستقلاليتي، هيبقى ليك الولاء، بتديني الاجر بتاعي اللي استحقه، بتديني وظيفتي، بتديني مكانتي ومحافظ على كرامتي. فبيتخلق هنا اللويالتي او الولاء. والولاء هو اللي بيجيب لك الطاعه، الناس تسمع كلامك وتسمع كل اوامرك وتوافق على اجراءاتك وتوافق على تعديلاتك وتوافق على محاور التغيير اللي انت حابب تشتغل عليها. والسريه انه يحافظ على اسرار العمل عنك. ومن ضمن الحاجات المهمه جدا في الكود اوف ايثكس انك تحط ميثاق اللي يكتشف انه مثلا بيطلع اسرار الشركه او بيستغل علاقاته في الشركه لاشياء غير اخلاقيه او لمصالح شخصيه، كل ده بيبقى جوه الكود اوف ايثكس او جوه ميثاق الاخلاق اللي بيني وبين الموظف. ودايما اللي بيبقى دايما متوقع من مدراء الموارد البشريه اما يجي يراقب المنصات الاخلاقيه في شركاتهم، انا براقب عشان احمي مصالح المنظمه والعاملين. وبعض الامور لو ما اتعملش عليها كنترول ممكن الشركه تدمر ذاتيا. زي يعني في بعض الممارسات طبعا بتضر بالموظفين، زي الكشف عن المعلومات الشخصيه ومتجوز مين و و و و ساعات ممكن يكون ليه علاقه قرابه بناس منافسين يعني اشد منافسه معايا في الشركه. فالمعلومات الشخصيه دي بيبقى لها دور. تضارب المصالح. تضارب المصالح بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشخص بناء على انه مدير المشتريات في الشركه الفلانيه جات له هديه بالقيمه الفلانيه فخلاص وضح كده الامور. تضارب مصالح. المكافئات بناء على ايه انت بتكافئني؟ لا انت شركتي ولا انت. والمكافئات دي طبعا بتبقى هي الرشاوى بس بشكل ايه؟ اكراميه والحاجات دي كلها. ولذلك الموارد البشريه اللي بتلعب دور محوري ان هي تحط قواعد السلوك دي. ولما تحط القواعد السلوك دي هي بتحمي مين؟ بتحمي المنظمه وبتحمي الموظف نفسه. وبتحمي الموظف نفسه. جميل. الجزئيه اللي بعد كده ايه المشاكل بقى الايثيكال ايشوز بقى اللي بتقابلنا؟ لو احنا جينا وقلنا من خلال كلام الراجل كده وهو بيكلمنا بيقول لنا ايه القضايا الاخلاقيه؟ اول حاجه الخصوصيه في كلامه برايفسي. بعض الناس بتقول مثلا حاجه زي الفيسبوك وتويتر والحاجات دي انك انت ما تفتحهمش من اجهزه الشركه او في وقت العمل تبقى انت ماسك موبايلك وقاعد مشغول بقى بالتشاتنج والحاجات دي كلها. في ناس ماشيه بالقواعد دي. في ناس ماشيه بالقواعد دي. بس هل ده يعني هنا بيعمل مشكله في الخصوصيه؟ في بعض يعني اجراءات العمل وقوانين العمل يقول لك لا، انت مالكش علاقه بالموظف، انت ليك شغلك وبس. ومالكش دعوه ان هو يخش على جزئيه الفيسبوك، تويتر، مثلا ليه اراء سياسيه، ليه انت مالكش دعوه، انت مالكش دعوه غير ان جزئيه ايه؟ هو شغاله بس. ماليش دعوه هو على الفيسبوك في ايه؟ هو بره في حزب السياسي ولا مش حزب سياسي؟ الا اذا كنت انت مشترط عليه قبل ما يخش ان احنا ما لناش اي ممارسات سياسيه. جميل؟ جميل. الكونفليكت اوف انترست اللي احنا قلناها ان انت مثلا يعني والله انا ليا مصلحه مع ابن عمي، ابن عمي هو الشركه اللي بتورد لنا الموضوع ده، فيبقى في تضارب مصالح بقى. ف يعني هو جايب عرض ايه مش المناسب بس يلا.
طبعا من الايثكس اوف التكنولوجي اللي قلنا عليها الفيسبوك وتويتر، وان واحد مثلا يعمل هاكر او يبتدي يتجسس او برامج تجسس على الشركه او الحاجات دي كلها. طبعا البي اوف والكيك باكس والحاجات دي كلها، الرشاوي والعمليات والحاجات دي كلها. الجزئيه اللي بعد كده ويست بلوينج، اللي هو برضو من جزئيه تضارب المصالح، او من الاخر اللي بيصل انه بينهب نهبه وسرقه ونصب والحاجات دي كلها. يعني دي من الحاجات اللي برضو في الاسكال ايشوز. طبعا في برضو جزئيه الممارسات الخادعه بشكل كبير جدا، لا ديستريبتيف براكتس، اللي هي الممارسات الخاطئه، ان هو يعني مثلا والله يبتدي يوجه الشركه لقرارات او لاشياء، الاشياء دي هي تاذي الشركه بس طبعا عشان مصالحه الشخصيه. طبعا الجزئيه الاخيره فورمز اورجانيزيشنال ابيوز، اللي هو بيسيء للمنظمه بشكل كبير جدا من خلال اشياء عده، انه يبتدي ياخد مثلا النماذج بتاعتها، طرق عملها، سريتها، الحاجات دي كلها، كل دي بتبقى ايه؟ ethical issues. طبعا conflict of interest اتكلمنا عنه. الديسكشن ده خدناه في الاول. دي الشريحه الاخيره اللي هي السوشيال ريسبونسابيلتي او الكوربريت، او بيسموها سي اس ار، اللي هو الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي. هنا الحكمه في ايه؟ يعني طبعا احنا لو في اي مشاكل في الجزئيه الاخيره دي في الكود اوف اثكس، انا ام ريدي، يعني مفيش اي مشكله ان احنا ايه نتناقش فيه. لو في اي اسئله في الكود اوف اثكس، احنا وي ار ريدي ان احنا نتناقش في الموضوع. جميل. باختصار كده السوشيال ريسبونسابيلتي هنا اللي هي المسؤوليه المجتمعيه. المسؤوليه المجتمعيه، يعني مثلا شركه زي فودافون تقول لك احنا هنشارك في بناء 100 مدرسه. شركه زي يقول لك احنا مثلا هندي دورات مجانيه، شركه احنا هنساهم في توظيف فلان، احنا دي المسؤوليه المجتمعيه. طبعا دول عديده بتخلي المسؤوليه المجتمعيه دي من الحاجات اللي بتبتدي الشركه تشتغل عليها عشان هي تخصم من الضرائب، لان دي من ضمن القوانين ان اللي بتدفعه في حاجات مجتمعيه او الحاجات دي كلها انت بتبتدي تتخصم من ضرائبك. وهنا دور محوري جدا جزئيه ان انت هل المسؤوليه المجتمعيه دي بتستفيد بيها بالايجاب او بالسلب؟ لا، بتستفيد بيها بالايجاب، لان هي بتولد ولاء مجتمعي لمنتجك، او بتولد ولاء مجتمعي لطبيعه شغلك، وبتولد ولاء مجتمعي لكل خطوه من الخطوات اللي انت بتشتغل عليها. ولذلك السوشيال ريسبونسابيلتي ان انت تشارك في اعمال الخير والمسؤوليه المجتمعيه والحاجات دي كلها. طبعا دور الموارد البشريه فيها مهم جدا، ان حتى تشارك بافراد من منظمتك، ان تيجي مثلا يا جماعه احنا هناخد مثلا يوم الاثنين ده اجازه لكل الشركه، ليه يا جماعه؟ احنا كلنا هنشارك في عمل الخير، هنوزع نفسينا على العديد من المنظمات عشان نبتدي ان احنا مثلا نخدم المنظمات دي، نعمل كذا، نعمل كذا، الامور دي كلها. ولذلك من الاجزاء المهمه جدا المسؤوليه المجتمعيه دي، اللي بتخلي دايما يعني بتحفز عده جوانب من عوامل المنظمه. يعني انت هنا بتيجي تشتغل على كذا جانب من الجوانب. معلش كان في عطل فني كده بس المشكله مهمه جدا. فانت بتحفز كذا عامل من العامل، انت بتحفز ناس داخليه ان هم بيشاركوا في المجتمع، ان هم بيساعدوا الفقراء، ان هم بيضيفوا اضافه لمجتمعهم، بجانب برضو ان انت بتخلق ولاء للمجتمع، بجانب ان انت بتوجد حاله من حالات الرضا الداخلي للموظف والرضا الخارجي عن الشركه وعن منتجاتها. كده احنا يعني هنرجع للشريحه رقم واحد. طبعا احنا في موديول 1 ده اتكلمنا عن طبعا الشهاده وبناخد فيها ايه. كده احنا خلصنا الاتش ار ادمنستريشن، اللي هو عليه 22%
للدرجات بالنسبه للناس اللي هتخش البي اتش ار اي بريبريشن كورس او هتخش الاكزام. فاحنا كده خلصنا الموديول 1 او الموديول الاكبر. ان شاء الله كل الموديولز اللي بعد كده هتبقى خلال محاضرتين بس، بندي كونكلوجن كامل عن الموديول ده وعن اخباره وكده، وهيبقى في سيشن كامل عباره عن اختبار كامل بي اتش ار اي ان شاء الله ده هنختم بيه. نتمنى النهارده تكون خدنا حاجات كويسه في حته التشينج، في حته الكود اوف اسكس، وفي حته طبيعه التغيير، ونتمنى ان احنا نكون ضفنا لكم معلومات، وان شاء الله مشاركتكم كانت ممتازه النهارده. ان شاء الله الدعم الفني نازل محاضره بدري بس انتوا كلكم حضرتوها، ولو في اي مناقشات الجروب موجود نتناقش ونتبادل خبرات فيه. انا استفدت منكم وارجو ان انتم تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي احنا قلناها النهارده. ممكن تكون معلوماتنا تفصيليه شويه بس احنا عايزين نوصل ان احنا يبقى عندنا حته التمكن من التفاصيل، بيدي لك يعني براءه في اخذ القرار، براءه في العمل، وثقه، براءه وثقه. بشكركم وجزاكم الله خيرا وربنا ينفع بيكم، وان شاء الله باذن الله نتقابل يوم السبت القادم في نفس الموعد، ورمضان اجازه وكل سنه وانتم طيبين. الماتيريال للمحاضرات القادمه ان شاء الله هتروح على الجروب النهارده باذن الله تكون نزلت. اشكركم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.